طلبتنا طلبة الثانوية العامة، يسعدنا في هذا الصباح المبارك أن نبارك لكم تفوقكم ونجاحكم في امتحان الثانوية العامة في ظل هذه الأجواء البهيجة برغم كل الظروف الصعبة التي مررتم بها. نحن فخورون بكم ونبارك لأهلكم وذويكم هذا النجاح الباهر. يسعدنا في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية أن نستقبلكم هذا العام وأن تكونوا معنا. لقد أعددنا لكم مجموعة مميزة من البرامج الأكاديمية والتطبيقية الجامعية التي ستسهم إن شاء الله في رفضكم بكافة المهارات وكافة الدرجات التي تستطيعوا أن تدخلوا فيها سوق العمل، تدخلوا وتنافسوا بقوة ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما أيضا على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة أننا ندخل الآن مرحلة جديدة مما يعرف بالاقتصاد الرقمي، والذي بدأنا في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بطرح مساقات عديدة وطرح برامج تساعد طلبتنا في الانتقال لهذا السوق العالمي الجديد. أعددنا أيضا بنية تحتية مميزة من مختبرات وإمكانات تساهم في دعم العملية الأكاديمية والعملية التطبيقية. نتمنى إن شاء الله أن نراكم معنا في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وأيضا نزف لكم بشرى بأننا في الكلية الجامعية نقدر الظروف الصعبة التي تمرون بها ويمر بها قطاعنا من اقتصاد مدمر نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة. وبهذه المناسبة يسعدنا أن نقول لكم أننا نقف معكم وسنكون معكم دائما، ولهذا قررنا تخفيض الرسوم الدراسية لمساعدتكم ولتمكينكم من الالتحاق بكافة البرامج الأكاديمية التي تطمحون أن تكونوا فيها معنا في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. كل التبريكات وكل التهنئة لكم، وإن شاء الله نراكم في الكلية معنا.